أحد خواص الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام التي شهد بها كافة الطوائف المسيح واليهود وهي العدل، العدل والمساواة. حقيقة الإمام علي كان يحث أصحابه ويحث كل الجهات على العدل والمساواة، بحيث كانت خطبته المشهورة ومن ضمن هذه الخطبة: يا مالك، إن الإنسان أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. حقيقة هذا يشهد أنه يحث أصحابه على عدم التعامل من مبدأ الإسلام أو القومية أو العرق أو إلى آخره، بينما تعامل من مبدأ الإنسانية، من مبدأ المحبة، من مبدأ الأخوة، من مبدأ إغاثة الملهوف، من مبدأ إغاثة اليتيم، من مبدأ مساعدة وإن كان مسيحي وإن كان يهودي وإن كان صابئي وإن كان أسود وأبيض أو أحمر إلى آخره. وشهدت اليهود وشهدت المسيح وشهد العلماء والعامة بمناقب وعدل ومساواة الإمام علي، والمقالات تشهد بذلك في ذلك الزمان وفي هذا الزمان وفي كل زمان. حقيقة فضائل الإمام علي لا تعد ولا تحصى، ومن أهم فضيلة هي العدل والمساواة. أمير المؤمنين عليه السلام فقد كان الأسوة الحسنة، البذرة الحسنة، حيث كان يساعد الفقراء قبل الأغنياء، يجد في الفقراء حاجتهم إلى الله أكثر. بمناسبة استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا بوجوده معنا هنا، وهنا كان محرابه، هنا كان العدل، هنا كان الإيمان، هنا كان المساواة بين المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجعل الإمام علي قدوة لكل مسلم يتعلم من عنده دروس الحياة في التسامح وفي الإيمان وفي المحبة وحب الأوطان. كلنا ننبض بنبض علي بن أبي طالب بالروح وليس بالكلام فقط.